طيب هنبدأ إن شاء الله يا شباب. ماشي تمام يا دكتور، اتفضل. هو في حد شغل ريكوردينج من عنده؟ ما اعرفش والله يا دكتور، بس هو كان في بسم الله الرحمن الرحيم، كان في نوتيفيكيشن ان حضرتك بدأت ريكوردينج اصلا. طيب مش عارف انا طب انا دكتور فيه؟ نعم انا اللي بدأت ريكورد فيه. ده السؤال، الجزء اللي فات ده مفيش فيه حاجة يعني. انا بدأت من ساعة ما حضرتك اتكلمت. مش طيب ماشي، ماشي. هو المحاضرة اللي فاتت تقريبا ما كانتش اتسجلت صح؟ ما كانتش اتسجلت كاملة. طيب خلاص تمام. كده الشاشة باينة عندك صح؟ ايوه يا دكتور تمام. تمام، حد بس يتابع معايا عشان ما ايه مبقاش بتكلم انا لوحدي وانتوا فاصلين عني. ما فيش مشاكل يا دكتور. المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله هنتكلم في برضو الفصل الأول اللي هو مفاهيم أساسية في التسويق. إحنا كنا شرحنا مقدمة كده عن التسويق، واتكلمنا في مراحل تطور الفكر التسويقي، وكان ظهر يعني إيه مفهوم تسويق كده، إيه من مراحل تطور الفكر التسويقي. إن شاء الله في محاضرة النهاردة هنتكلم على تعريف السوق، هنتكلم على التعريف بتاعة التسويق، هنتكلم على أهمية وظيفة التسويق، هنتكلم على التسويق وإدارة التسويق وما يسمى بالوظائف التسويقية، هنتكلم على حاجة مهمة جدا برضو اللي هي حاجة اسمها المزيج التسويقي والمؤثرات. تعالوا نتكلم على السوق الأول. السوق يمكن المفهوم بتاعه معروف عند الناس كلها، ولو انت سألت اي حد على تعريف السوق هتلاقي التعريف كلها ممكن تكون مختلفة ولكن بتدي المفهوم بتاع السوق. يعني مثلا السوق ممكن يتعرف على ان هو مكان بيجتمع فيه البائعون والمشترون وبيتعاملوا على السلع والخدمات، بحيث ان واحد معاه فلوس وواحد معاه السلعة دي مملوكة، بيبدأ ينقل ملكية السلعة ديت منه للتاني في مقابل الفلوس. فهو مكان بيلتقي فيه العرض والطلب، اللي عنده سلعة بيعرضها واللي طالب سلعة بيجي يتلقى السلعة بتاعته أو بيحصل عليها. السوق بيتضمن مجموعة من الشروط والقوى، من خلاله بتتحدد الأسعار بتاعة السلع أو الخدمات محل التعامل. طالما اللي بيبيع معاه سلعة عايز يبيعها في مقابل فلوس، يبقى هو عايز يتنازل عن السلعة، وبالتالي لازم يقبل بشروط السوق ولازم يقبل بالأسعار اللي تحددها السوق. وبالتالي السوق بيحكمه العرض والطلب، مجموعة شروط القوة الذي تتحدد خلاله الأسعار بتاعت السلع والخدمات محل التعامل. ده معناه إن العرض والطلب هو اللي بيحكم سعر. يعني مثلا نفترض عشان نقرب وجهة النظر شوية، لو أنا عندي اتنين بياعين بيبيعوا مثلا وليكن طماطم، واحد معاه 10 كيلو وواحد معاه 5 كيلو، إجمالي العرض اللي موجود 15 كيلو. المتعارف عليه إن الناس اللي في المنطقة هتطلب كم طماطم مثلا للاستخدام اليومي في حدود 20 كيلو. يبقى هنا معروف ان العرض نفسه اقل من الطلب، وبالتالي نقدر نقول ان الناس هتتخانق على الطماطم. طيب عشان ما تتخانقش على الطماطم تبتدي سعر الطماطم دي تزيد، يبتدي سعر الطماطم دي تزيد لغاية لما توصل لفين؟ توصل لحاجة بنسميها سعر توازن السوق.
ايه سعر توازن السوق ده؟ انا عندي في واحد راصد من ميزانيته مثلا بيقبض 1000 جنيه، فهو راصد من ميزانيته ان هو يجيب في اليوم 1.5 كيلو طماطم على اساس ان الطماطم ديت سعرها ويكون 5 جنيه، ولو غليت الطماطم وصلت سعرها 10 جنيه يبقى الراجل ده هيجيب كيلو. يبقى هنا لما سعر الطماطم يزيد في السوق، الناس اللي كانت رصده ميزانية ان هي تشتري كم طماطم كبير هتشتري كم طماطم صغير، وتبتدي تقتصد في الطماطم بناء على الدخل بتاعها، وبالتالي العرض والطلب على السلع هو اللي بيحدد سعر السلع. في بعض الناس مش هتقدر تشتري الطماطم، لكن لو الطماطم رخصت الناس هتبتدي ايه تشتري. العكس برضو، لو انا عندي الطلب مثلا وليكن 10 كيلو طماطم في اليوم، وعندي المعروض في السوق 20، البياع مش عايز الطماطم تقعد معاه عشان ما تبصش، وهو محتاج فلوس، فيعمل ايه؟ يقلل سعر الطماطم بحيث ان اللي عايز كيلو بدل ما ياخد كيلو يلاقي الطماطم سعرها رخيص يقوم ياخد 2 كيلو، وبالتالي العرض والطلب هو اللي بيتكلم على سعر السلعة ديت يبقى كام. يمكن الموضوع ده بيتاخد بصورة كمية، يعني بصورة حسابية في الجزء بتاع اللي واخد فيكم مادة تخطيط استراتيجي، في جزء فيها خاص بالاقتصاد، فهو بيتكلم على العرض والطلب والتسعير بتاع السلع. تمام. نقدر نعرف برضو السوق ان هو مجموعة من الافراد عندهم مجموعة من الحاجات والرغبات عايزين يشبعوها، وفي نفس الوقت هم عندهم الرغبة في ان هم ينفقوا الفلوس علشان يحصلوا على السلع او الخدمات دي. السوق هو المكان اللي بيقدر يروح فيه الافراد دول ويحصلوا على السلع من المشتري، والمشتري في الحالة دي بيوصل لحالة بنسميها حالة توازن كان بيفتقدها قبل بيع السلعة، وفي نفس الوقت المشتري برضو بيوصل لحالة التوازن اللي كان بيفتقدها قبل ما يشتري السلعة. وهنا يبقى الاثنين المشتري والبائع الاثنين وصلوا لحالة التوازن بعد إشباع الرغبات بتاعته. لو جيت بصيت لتعريف السوق كلها هتلاقي تعريف السوق دي بتتضمن 4 حاجات. أول حاجة لازم يبقى في مكان في بائعين ومشتري، مش لازم يكون المكان ده مكان على الأرض، ممكن زي ما احنا عارفين ان في سوق إلكتروني، وبالتالي هو مجموعة من الأفراد بيلتقوا مع بعض أيا كان المكان ده وهمي أو المكان ده مكان موجود. البائع عنده القدرة أو الرغبة إن هو عايز يفقد السلعة بتاعته في مقابل الفلوس، والمشتري عايز يفقد الفلوس في مقابل السلعة، وبالتالي لازم يبقى عندهم الرغبة في التبادل. لازم يبقى فيه السلعة أو الفكرة أو الخدمة أو السلع بمفهومها الواسع اللي هي السلعة دي مطلوبة لدى المشتري وفي نفس الوقت مملوكة لدى البائع. يبقى لازم يكون في حاجة هتتباع. في مجموعة من الشروط والقواعد بتحكم نشاط السوق ده، حتى سوق الاحتكار نفسه رغم ان مجموع القواعد والشروط بتاعتها غير شرعية الا انها بتعتبر مجموعة شروط وقواعد، وبالتالي حتى سوق الاحتكار نفسه هو يعتبر سوق بمفهوم الايه القواسم دي. في عندنا حاجة اسمها السوق الجيدة. السوق الجيدة دي فيها ميزة أو مميزات مش موجودة في أي سوق. أول ميزة إن السلع اللي موجودة في السوق دي، السلع الموجودة في السوق دي بالكميات المطلوبة بالظبط وبالأسعار الملائمة العادلة اللي هو بيقدر المشتري يشتريها بيه، وفي نفس الوقت يبقى مبسوط داخليا، وفي نفس الوقت الناس بتنزل السوق تلاقي السلع بتاعتها
بالكم المطلوب، بالجودة المطلوبة، بالسعر المناسب. يبقى نقدر نقول إن السوق الجيدة فيها توازن في العرض والطلب، وفي نفس الوقت فيها توازن في الكميات والسلع أو الخدمات اللي مطلوبة لإشباع حاجات أو رغبات الناس. برضو نفس الكلام لو بنتكلم على منظمات أعمال، السوق الجيدة بتمكن منظمات الأعمال من الحصول على احتياجاتها من السلع والخدمات اللي هي تعتبر بتخش في خطوط الإنتاج. أهم ما في السوق الجيدة إن هي تعتبر بمثابة مختبر لمنشآت الأعمال تتعرف منه على سلامة سياستها الإنتاجية والتسويقية ومدى الإشباع الذي تحققه منتجاتها وخدماتها للمشترين المحتملين. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا. أنا النهاردة عندي منظمة أعمال وبنتج سلعة معينة، السلعة دي أنا بطرحها في السوق. لو السوق بتاعي أي نوع سوق تاني غير السوق الجيدة، مش هعرف مدى السلامة بتاع السياسة اللي أنا بتبعها في الإنتاج والتسويق بتاع المنتج ده في قلب السوق بتاعي. ليه؟ السوق في لعب. لكن لو السوق بتاعتي سوق جيدة، ما هي السوق احتكار، مفيش لعب في أسعار السلع، مفيش أي سيطرة من قبل المنافسين على قطاع من قطاعات السوق، بنعتبر أن السوق دي سوق جيدة، وبالتالي أنا الأيتم بتاعتي اللي أنا طرحها أو السلعة نفسها لو مشيت في السوق، يبقى السياسة الإنتاجية بتاعتي في خط الإنتاج كويسة، وفي نفس الوقت السياسة بعد خط الإنتاج اللي بنسميها السياسة التسويقية، سواء أنا بتعامل بترويج وخلافه، السياسة بتاعتي برضو صح. يبقى احنا عندنا السوق الجيدة تعتبر مختبر لمنشآت الأعمال عشان تعرف السياسة اللي هي شغالة بيها دي سياسة صح ولا سياسة غلط. بالإضافة إن هي السوق الجيدة بتعتبر بيئة خصبة إن أنت تقدر تجيب منها معلومات، المعلومات دي تبقى معلومات دقيقة ومعلومات مظبوطة، وبالتالي السوق الجيدة بتبقى هدف رئيسي لمنشآت الأعمال إن هي تعرف الخطة الاستراتيجية أو السياسة اللي هي عاملاها صح أو مش صح. يبقى احنا بنلخص الكلام دوت في ان السوق الجيدة بتدي اشباع حاجات ورغبات الناس، تمكين الناس من الحصول على السلع والخدمات، وفي نفس الوقت وجود سلامة في السياسة التسويقية. التسويق يمكن له تعريف متعددة، بس قبل ما نخش في تعريف السوق هنقارن كده ما بين البيع والتسويق. هنقارن ما بين البيع والتسويق قبل ما نعرف التسويق نفسه. لو احنا جينا نقارن ما بين التسويق والبيع من جهة التصور الوظيفي، هتلاقي ان البيع ده هدف الرئيسي ان انا عندي منتجات انا بحاول اتصرف فيها، وبالتالي البيع ده مفهوم علاجي لمنتجات متراكمة عندك. أما التصور الوظيفي للتسويق مختلف. التسويق بيبقى بدايته أصلاً هو أنت هتنتج إيه؟ أنا لازم أشوف الناس عايزة إيه وأبدأ أنتجه. بالتالي المفهوم بتاعه مختلف، ده هو مفهوم وقائي. أنا قبل ما أنتج المنتج أنا ببقى عارف إن المنتج ده هيمشي في السوق، وبالتالي أنا ما بستناش إن يبقى المنتجات بتاعتي تتراكم واخش في قصة ان انا عايز ابيع ويبقى المفهوم بتاعي مفهوم علاجي. يبقى التسويق بدايته من اول ما بعرف الناس عايزة ايه وابدأ احول الكلام ده المنتج انتجه وابدأ اطرحه في السوق، وبالتالي انا ببقى عارف اصلا ان المنتج بتاعي مين اللي هيشتريه والكم اللي انا انتجه بيه قد ايه، وفي نفس الوقت مين انا اسواق بالظبط هي اللي هتشتريه. فالتسويق هو مفهوم وقائي لتراكم المنتجات. طبعا. بالنسبة للبحث عن الربح،
البيع بيبحث او بيحقق الربح من خلال ان هو بيزود كم المبيعات، من خلال ان هو يزود كم المبيعات عن طريق الترويج، يا اما يروج يا اما يخفض سعر السلعة. اما التسويق مفهومه مختلف شوية، هو بيحقق الربح من خلال رضا المستهلك، هو بيبقى عايز المستهلك يرضى عن السلعة وبالتالي يبقى هو مصدر ترويج له. طيب ما انت عامل في الاساس اصلا المنتج علشان ترضي بيه المستهلك، حتى بعد ما بتعمل المنتج بتقيس رضا المستهلك وتشوف انت هتعدل في المنتج ولا لا، وترجع تعدل في خط الانتاج من جديد، وبالتالي رضا المستهلك بالنسبه لك بيزيد. وكل ما رضا المستهلك يزيد عن الايتم انت بتحقق ربح زياده وبتقدر تسيطر على قاعده عريضه من المستهلكين في السوق. بالنسبة للموقع من أنشطة المؤسسة، عندنا البيع احنا عارفين ان هو بيلي نشاط الانتاج، وبالتالي بعد الانتاج بيروح لمنافذ البيع، المنتج بتاعه بيروح لمنافذ البيع. اما التسويق القصة مختلفة خالص، التسويق هي أنشطة من بداية ان انا بعمل بحث تسويقي، والبحث التسويقي ده بيشمل ان انا بدرس سلوك المستهلك بتاعي والمستهلك عايز ايه، وبعدين ابدا انتج، وبعدين بعد الانتاج انقل واستهدف اسواق. وبالتالي هتلاقي عندك التسويق بالنسبه لخط الانتاج هو بعد خط الانتاج وقبل خط الانتاج، هو بيشمل كل الانشطه بتاعه المؤسسه. أما البيع هو يلي نشاط الإنتاج فقط. مجال التركيز هنلاقي البيع بيركز على أسلوب دفع الزبون، أو هو باصص إن الزبون ده هو عبارة عن فلوس بصورة أساسية. أما التسويق وضعها مختلف، هو بيركزش على الفلوس لأن الفلوس كده كده هتيجي طالما هو بيرضي المستهلك. طبعا يمكن التسويق مفهومه أوسع من ان انت بترضي المستهلك، كمان انت بتحاول ترضي المستهلك عن طريق السلعة وعن طريق اي خدمات حتى مرفقة، من اول حتى اسلوب العرض بتاع السلعة. تمام، والزبون بيدخل الفيو اللي بيشوفه، وفي نفس الوقت كل الخدمات المصاحبة للايتم لغاية لما الزبون بتقيس رضاه وحتى بتقدم له بعد كده صيانة وخلافه وخدمات بعد البيع. تمام. طيب بالنسبة للبيع، في عندنا مقارنة، وجه مقارنة بتاع تكامل وانفراد الجهود. احنا عارفين ان البيع منظور فردي، هو خطوة بعد نشاط الانتاج مباشرة، هدفها ان هو يصرف المنتجات اللي بيتم انتاجها في المؤسسة او في الشركة. اما التسويق هو منظور تكاملي بيشمل كل انشطة المؤسسة، ويمكن التسويق هو المنهج بتاعنا، هنتكلم فيه عن كل الخطوات اللي موجودة من أول ما بتشوف المستهلك عايز إيه لغاية حتى لما بتقيس رضا المستهلك وتقدم له خدمات ما بعد البيع، وفي نفس الوقت ترجع تلف في الخط تاني وتشوف المستهلك ما كانش راضي عن إيه في السلعة بالظبط وتبتدي تعدلها وهكذا. طب يا دكتور معلش، طب بناء على كده انا محتاج داتا معينه او محتاج كذا نوع من الداتا بحيث ان انا اعرف اقيس بيها رضا المستهلك، او بشوف البرودكت بتاعي هبيعه ازاي، او هبني الاستراتيجي بتاعتي على ايه؟ تمام، الداتا دي انا بجيبها ازاي؟ اي اداره تسويق لازم يبقى معاها هيكل متكامل من الافراد والاجهزه. تمام، لازم يمدوها باستمرار بكل البيانات بتاعه السوق اللي هما بيحددوها، إدارة التسويق بتحددها. إدارة التسويق بتقول أنا عايزة مثلا معلومات يوميا عن كذا، وأسبوعيا عن كذا، وشهريا عن كذا، وسنويا عن كذا، بتبدأ تحدد نوع المعلومات اللي هي عايزاها. معلومات عن منافس، معلومات عن بيانات سوق، معلومات عن استهداف طبقة من السوق ما كانتش مستهدفة. كل البيانات دي
لازم بيبقى فيه هيكل المعلومات والاجهزه بيمد اداره التسويق بالمعلومات. بعد ما المعلومات دي بتوصل لاداره التسويق لازم تروح تسمع عند المخطط الاستراتيجي اللي هو بيعد الخطه الاستراتيجيه بتاعه المؤسسه. بعد كده بتمشي المؤسسه كلها في اتجاه الخطه الاستراتيجيه دي. طبعا انا مش عايزك تحكم على الموضوع ان انت مثلا فاتح مشروع صغير وانت كشخص انت بتقدر يعني تقدر بيجي لك بعض البيانات وانت قاعد، لان القصه بتبقى اكبر من كده بكتير. يعني تخيل مثلا شركه زي شركه سامسونج دي، تمام، الراجل اللي قاعد رئيس مجلس اداره الشركه هل عارف ايه اللي بيحصل في منافذ البيع للجبل؟ بس عنده سرعه بس لا. طيب يجيب ازاي المعلومات بتاعه منافذ البيع؟ يعرف ازاي ان الزبون فضل مثلا الهواوي عن السامسونج للسبب الفلاني؟ عن طريق ان هو لازم يبقى عنده رقابه على منافذ البيع، لازم يبقى عنده زبون يقدر يتجسس على الشركه الخصم وهكذا. فده بيبقى هيكل من الافراد والاجهزه بنسميه جهاز الاستخبارات السوقيه. ده النهارده لا غنى عنه في اي شركه، ويمكن الجهاز ده احدث شويه اليومين دول، لدرجه ان انت لو انت قاعد مع واحد صاحبك مثلا وبتتكلم في حاجه ممكن تتفاجئ، مثلا فتحت الفيس تلاقي الفيس عارض لك الحاجه اللي انت كنت بتتكلموا فيها، فانت تستغرب ايه اللي حصل. اللي حصل هو انت اصلا الفيس ده بيقدم لك مثلا خدمه مجانيه مقابل ان هو بيبيع الداتا بتاعتك. والنهارده التجسس بقى هو الأداة الوحيدة اللي بيقدر يجمعوا منها معلومات دقيقة جدا، لدرجة ان انت بتخش تعمل سيرش مثلا على جوجل على حاجة، عايز تلاجة مثلا، تلاقي الاعلانات اللي نازله لك في كل حاجة اعلانات. طبعا الموضوع اوسع مما تتخيل، يعني النهاردة بيوصل موضوع ان هو بيعمل عليك كمان دراسات مستقبلية بناء على احتياجات منطقة معينة مثلا من سنتين، واحتياجات نفس المنطقة ديت من سنة، واحتياجات نفس المنطقة ديت النهاردة، بيبدأ يرسم كيرف ايه الاحتياجات اللي ممكن منطقة زي دي تحتاجها كمان 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين، وخصوصا في الدول المتخلفة، لان دايما انت بتبقى متخلف في التكنولوجيا عن الدول اللي حواليك. احنا كل الكلام ده ان شاء الله يعني هيتشرح من ضمن القرص. فخلينا بصورة اساسية نتكلم على اللي هي العناصر الموجوده في المحاضره بتاعه النهارده. تمام يا دكتور. في عندنا تعريف متعدده للتسويق. قبل ما اعرف برضو تعريف التسويق، خلينا اعرف حاجه اسمها المنافع التسويقيه. المنافع التسويقيه هي المنفعه اللي بتعود عليك بعد ما تمتلك السلعه. هم عندنا في 5 منافع اساسيه: منفعه شكليه، منفعه زمنيه، منفعه مكانيه، منفعة حيازة، منفعة نفسية. وكل ما إدارة التسويق بتلعب على أنواع المنافع دي بتقدر تحقق ربحية أعلى، وتقدر تحقق أداء أعلى، وتقدر تحقق برضو بالنسبة للزبون نسبة رضا أعلى. طيب بالنسبة للمنفعة الشكلية، المنفعة الشكلية دي اللي هو إيه اللي بياخده الزبون من الشكل بتاع السلع. عشان كده هتلاقي دايما السلع بيهتموا فيها بتصميم الشكل الخارجي، حتى لو السلعة ده مثلا باكوشاه، حتى لو السلعة ديت باكوشاه، تلاقي حتى اختيار اللون نفسه بتاع السلعة اصفر احمر شوية بلون الشاي او اخضر، اختيار لون السلعة بيبقى محل دراسة. فالمنفعة الشكلية ممكن نشوفها بصورة أساسية في العربية. العربية من ضمن المنافع اللي أنا باخدها منها إن هي تبقى عربية شكلها حلو، وبالتالي يهمني المنفعة الشكلية. في عندنا المنفعة الزمنية. المنفعة الزمنية يمكن بعض إدارات التسويق بتلعب عليها إن هي بتتيح لك السلعة وقت ما أنت عايزها. في بعض المتاجر أو المطاعم النهاردة بتستهدف الزبون إن هو بيفتح على مدار 24 ساعة، وبرضو نفس الكلام في الصيدليات وخلافه. يبقى طول ما انت فاتح
على فترة زمنية أعلى، الزبون عايز السلعة بتاعتك في أي وقت، بالتالي بيحصل عليها هنا، يبقى فيه منفعة زمنية. تخيل كده لو أنت عايز مثلا تاكل ونزلت عشان تاكل لقيت المطاعم كلها قافلة، بينما لقيت مطعم فاتح، حتى لو المطعم ده أداء الأكل فيه ما هواش عالي، أنت بتدخل وتاكل لأنك أنت في عندك حاجة حاجة داخلية أنت لازم تشبع. طيب في عندنا حاجة اسمها المنفعة المكانية، برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتلعب على إدارة التسويق، إن أنا بتيح السلعة في المكان المناسب. في بعض زي ما بنشوف دلوقتي التجارة الإلكترونية بيقول لك أنا هوصل لك السلعة لغاية المكان اللي أنت قاعد فيه، ويمكن حتى بيحاول ينافس في إن السلعة لازم توصل بتغليف حتى مناسب عشان الشكل بتاعها، بالإضافة إلى سرعة التوصيل. نفس الكلام يمكن بنشوفه في المحلات بتاعة الأكل، التوصيل اللي هو الإيه للبيت. في عندنا ما يسمى منفعة الحيازة. منفعة الحيازة ده بتشمل حيازة السلعة من قبل المستهلك، يعني المستهلك هيحصل على السلعة دي إمتى. ويمكن بيلعبوا على القصة ديت في موضوع العقارات والحاجات اللي هي ممكن تكون غالية نسبيا، عقارات، أجهزة، سيارات، وهكذا. أي منتج نفسه بيبقى المنتج ده أنا بستهدف بيه سوق، السوق ده الدخل بتاعه ما هواش عالي، فبيحتاج إن هو بمعنى صح يحوش، زي ما بنقول كده يحوش كام شهر كده عشان يقدر يشتري السلعة ديت. الطبيعي إن أنت بتلعب على منفعة الحيازة وبتقدر تكسب أرضية في السوق ده عن طريق ان انا بقسط تبع بنك وخلاف، فهو بيمتلك سلعه في وقت ما هواش معاه الفلوس الكامله، وبالتالي انت بتدفعه للشراء. المنفعه النفسيه بتتمثل في انت وصلت ايه لايه داخليا بعد امتلاكك للسلعه. هل انت راضي بنسبه كليه عن السلعه، ام حضرتك شعرت بنفور بعد ما امتلكت السلعه؟ ودي يمكن من أهم الحاجات اللي بيلعب عليها التسويق، هي نسبة رضا الزبون عن السلعة. نسبة رضا الزبون عن السلعة. تمام. طيب تعال ما نعرف مفهوم التسويق. مفهوم التسويق الحقيقة له كذا مفهوم على حسب أنت بتعرفه إزاي. يمكن أنا مش أهتم بالمدخل القانوني أو المدخل الاقتصادي، ولكن خليني أهتم بمفهوم التسويق الحديث. يمكن الجامعة الأمريكية للتسويق بتعرف التسويق على إن هو عملية نظمية تنطوي على تخطيط وتنفيذ ومراقبة. تخطيط وتنفيذ ومراقبة على إيه؟ على نشاطات مدروسة، نشاطات مدروسة في مجال تسعير والترويج وتوزيع السلع بمفهومها الواسع، سواء بقى سلع، خدمات، أفكار وخلافه، من شأنها خدمة أهداف المنظمة والفرد. يمكن في عندنا تعريف تاني بتاع المعهد البريطاني بيقول هو شكل من أشكال النشاط الإداري المبدع. نشاط إداري مبدع يساعد على توسيع الإنتاج والتجارة وزيادة العمالة عن طريق اكتشاف طلبات المستهلكين وتنظيم البحوث والدراسات لإشباع الحاجات أو الرغبات بتاعة المستهلكين دي. في عندنا واحد اسمه فليب كوتلر، مش عارف انتوا تعرفوا الراجل ده ولا لأ. الراجل ده مؤسس المدرسة الحديثة للتسويق، ويمكن المحتوى العلمي اللي موجود اللي انتوا بتدرسوه هو المحتوى بتاع الكتاب بتاع فليب كوتلر. والراجل ده يعتبر هو اللي عمل معظم الشركات اللي انتوا ممكن تسمعوا عليها الاسم بتاعها، زي بي ام، شركة بي ام. في وقت من الاوقات كانت شركة بي ام ديت ليس لها اسم. الراجل ده كان بيتقاضى اجور عالية جدا، كانت بتوصل $50 مليون في السنة، وكان الشغلانة بتاعته هي شغلانة ادارة فقط، ومش بيروح كل يوم، يعني إدارة
إدارة فكرية هو بيعرف فيليب كوتلر التسويق إن هو تلك الوظيفة التي تسعى لتحديد أهداف المستهلكين المستقبلية، الناس عايزة إيه، وإيجاد الطرق المثلى لإشباع تلك الحاجات والرغبات بطريقة تنافسية. في منافس موجود معك في السوق، أنا بتنافس معاه في إن أنا أعمل منتج يشبع حاجات ورغبات الناس دي، وفي نفس الوقت المنتج ده لازم يبقى مربح، والإدارة بتعمل السياسة التسويقية المناسبة وتقدر تنجح إن هي تبادل منتجاتها مع الزبون المرتقب. يمكن التعريف بتاعه من أهم التعريف اللي موجودة، وده اللي احنا نهتم به، لأن واضح فيه إن نشاط التسويق هو نشاط بيشمل كل الأنشطة بتاعة المنظمة، ليس فقط داخل المنظمة وإنما بداية من دراسات السوق لغاية لما بتوصل لرضا المستهلك حتى في الرغبات المستقبلية. يمكن التعريف دي هتلاقيها كلها بتتكلم ان في دايما نقطة بداية للتسويق بتتمثل في الناس عايزة ايه، بعد كده بياخدوا الرغبات بتاعة الانسان ويحاولوا يحولوها لمنتج سواء مادي او خدمة او المنتجات او السلع بمفهومها الواسع. بعد كده الطبيعي ان الانسان بيحاول ان هو يبادل الفلوس اللي موجودة معاه في بمقابل السلعة اللي هو عايز يحصل عليها، ولازم الشروط بتاعة التبادل تكون متوفرة. وجود طريقين، طريق تروح فيه الفلوس والطريق التاني هو اللي بيتم امتلاك السلعة عن طريقه، لازم كل طرف بيمتلك لشيء ذو قيمة عند الطرف الآخر. البايع عايز فلوس والمشتري عايز السلعة، كل طرف له قدرة على الاتصال بالآخر، قد يكون الاتصال ده مباشر أو غير مباشر علشان يحصل عن طريق التبادل. ويمكن النقطة الثالثة دي بتستفيد منها بعض الشركات بحيث إن هي تبقى وسيط ما بين المشتري والبايع وبتقدر تستفيد ماديا. لازم يبقى في حرية لكل من الطرفين في قبول أو رفض عرض الطرف الآخر، لأن مفيش سوق بيقوم على، بمعنى صح إن أنت هتبيع المنتج غصب عن الزبون. الكلام ده كان زمان في بداية الثورة الصناعية، لأن كان المنتجات قليلة وبالتالي المنتجين نفسهم كانوا بيفرضوا سيطرتهم على السوق. أما النهاردة الكلام ده ما عادش ينفع. الطبيعي لو الأربع حاجات دول توافروا يبقى مفهوم التبادل هيقود إلى مفهوم السوق، وبالتالي الإنسان عشان يبادل الفلوس اللي موجودة معاه بالسلع اللي هو عايزها لازم يكون مفهوم السوق متواجد. يمكن آخر توضيح إن نشاط التسويق بيشمل كل أنشطة الأعمال بتاعت السوق، وبالتالي هو بداية من إن هو بيوفر الاحتياجات والموارد سواء موارد بشرية أو موارد مادية. موارد بشرية بتتمثل في الأفراد اللي بينتجوا والأفراد اللي شغالين في الشركة عموما، بداية من حتى الناس اللي هي بتعمل دراسات السوق، بالإضافة إن هو بيوفر فلوس لازمة لإنتاج معدات أو مواد خام أو تمويل أنشطة مختلفة. بيبدأ يوجه خط الإنتاج ويبدأ ينتج المنتج بتاعه، بعد كده بيتصرف في المخرجات لأن هي ديت المرحلة الأساسية اللي بتبدأ تجلب له أرباح، بيبدأ يضخها أو يضخ جزء منها في أنشطة الأعمال ويطور أنشطة الأعمال بتاعته. وبالتالي احنا برضو بنأكد ان النشاط التسويق بيشمل كل أنشطة الشركة سواء داخلها او خارجها، كل ما يتعلق بالزبون المستهدف. أهمية وظيفة التسويق يمكن له أهمية بالنسبة للمنظمة، وله أهمية بالنسبة للمشتري، وله أهمية بالنسبة للمجتمع.
اهميته بالنسبه للمنظمه الطبيعي ان انت النهارده بتدور على اشباع حاجات ورغبات العملاء، وبالتالي انت هتتفوق على المنافسين في السوق، هتقدر تسيطر على العملاء اللي هم بيحتاجوا المنتج بتاعك، سواء المنتج بتاعك ده كان منتج سلعة أو خدمة. طالما أنت بتلعب على إشباع حاجات ورغبات العملاء برضا كافي، يبقى النهاردة أنت بتتفوق على المنافسين. النهاردة أنت بتقدر توجه خط الإنتاج عشان تصنع المنتجات المناسبة، وبتتابع المشتري بعد رضائه. إجمالا حضرتك المنتج بتاعك بيلقى قبولا في الأسواق، وبالتالي أنت بتقدر تزود من المبيعات والأرباح بتاعتك. فهي بالنسبة للمنظمة حاجة مدروسة وبتجيب ربح غير البيع خالص، وبالتالي هو يعتبر من أهم الأنشطة الموجودة في المنظمات النهاردة. مفيش منظمة النهاردة تقدر تنجح بدون تسويق، مفيش منظمة تقدر تنجح النهاردة بدون تسويق، مفيش منظمة تقدر تنجح النهاردة بدون تخطيط استراتيجي واعي. يمكن في منظمات بتنجح بدون تخطيط استراتيجي، بس دي منظمات بتبقى صغيرة، لأن التخطيط الاستراتيجي بيحرك كل المنظمة في اتجاه أنشطة هو بيحددها، غير لما يبقى كل واحد شغال مع نفسه بيعمل الشغل المطلوب منه خلاص. فالنهاردة احنا بنتكلم على وظيفة التسويق، هي وظيفة أساسية في كل منظمة. هتلاقي شركة سامسونج تطلع تقول لك والله احنا هنطرح من التليفون اللي مثلا 71 هنطرح منه 10,000 قطعة في أسواق الشرق الأوسط، سعر القطعة مثلا في حدود 6,500. الكلام ده تسويق. طب هي ليه طرحت أصلا الاي 71؟ عشان كانت طرحة قبله الاي 70، والاي 70 لقت ان فيه الناس مش راضية عن حاجات معينة فيه، فبدأت تعدل في خط الإنتاج وأنتجت تليفون جديد عشان يلقى قبولا في الأسواق بناء على رغبات الناس في المنطقة دي. طب حددت سعره إزاي؟ حددت سعره بناء برضو على دراسات السوق، تمام؟ حتى الشركة لما بتيجي تطرح المنتج بتطرحه في سوق صغير تجربه، تشوف هي هتصنع فعلا 10,000 نسخة ولا تخسر في 100 نسخة. الطبيعي أن الدراسات كلها حتى على الأسواق الصغيرة غالبيتها بينجح، لأن أنت بتبقى عامل دراسة سوق صح، إلا لو الداتا اللي جالك مغلوطة، وبالتالي جهاز الاستخبارات السوقية لازم يحصل فيه تعديلات في الحالة دي. يمكن أهمية وظيفة التسويق بالنسبة للمشتري، هو أصلا هو محور العملية، وبالتالي الرضا بتاعه عن الخدمات المقدمة هتبقى عالية. أي حاجة عنده ظهرت، الطبيعي المنظمات بتدور عليها علشان تشبعها، وبالتالي المشتري هو المستفيد الأساسي من وظيفة التسويق. يمكن من ضمن وظائف التسويق حاجة اسمها الترويج. الترويج ده هو ان انت بتعمل اعلانات بتوصل للمشتري، وبالتالي المشتري بيقدر يحصل على المعلومات الخاصة بالمنتج وكفاءته وأماكن أسعارها وأماكن وجودها وأسعارها، وبالتالي بيقدر يفاضل ما بين المنتجات المختلفة وبياخد القرار الشرائي السليم. بيحاول يحصل على المنتج بتاعه اللي هو عايزه وينتفع منه ويوصل للرضا النفسي المناسب، وبالتالي المشتري هو المستفيد الرئيسي في ان هو يشبع رغباته ويوصل للمنفعة اللي هو عايزها. بالنسبة للمجتمع، طول ما انت عندك فيه حاجات بيتم اشباعها عن طريق منظمات، فانا في عندي خطوط انتاج بتشتغل، وبالتالي خطوط الانتاج اللي بتشتغل ديت في ناس هتشتغل فيها، وظيفة التسويق في ناس هتشتغل فيها، وبالتالي بيحصل عندك خفض لمعدلات البطالة الموجودة في المجتمع. الإنتاج بيرفع من مستوى المعيشة بتاع المجتمع، ده وضع عادي،
والدول المنتجة عموما بيحصل تحسين في ان هي بتبدأ تصدر وبتحد من الواردات او الاستيراد، وبالتالي الميزان التجاري بتاع الدولة بيبقى الوضع بتاعه وضع افضل، وبالتالي الوظيفة دي ليها معكوس على المجتمع والمشتري والمنظمة، والمعكوس بتاعها كويس جدا، وبالتالي هي وظيفة مهمة جدا جدا جدا، ويعتبر إدارة المنظمة بالكامل، إدارة المنظمة بالكامل بتبقى في إيد المسوقين، لأن كل الأفراد أصلا بيشتغلوا زي ما المسوق بيقول له. التسويق وإدارة التسويق، احنا اتكلمنا ان البداية بتبقى تحديد حاجات ورغبات المستهلكين والتنبؤ برغباتهم المستقبلية، بنرسم السياسة بتاع السلع والخدمات المقدمة للجمهور، بنحدد السعر والخامات المقدمة، بنعمل ترويج وننفذ حملات إعلانية، بعد كده بنشوف احنا هنستهدف انهي اسواق، وبالتالي بندور على الانتشار الجغرافي للسلع، وبندرس مدى رضا الفرد والمجتمع عن السلع، وفي نفس الوقت بترجع تحدد حاجات ورغبات المستهلكين وتبدأ ترسم سياسة السلع وهكذا. فهي دائرة مغلقة، هي دائرة مغلقة. لو احنا عايزين نتكلم على المهمة الأساسية لإدارة التسويق، المهمة الأساسية لإدارة التسويق هي تنظيم الطلب بصورة أساسية، تنظيم الطلب. تنظيم الطلب ده يشمل تنظيم مستوى الطلب، توقيت الطلب، تشخيص وتحديد الطلب بطريقة تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها. يعني ايه الكلام ده؟ احنا في عندنا 8 أنواع من الطلب، 8 أنواع من الطلب على المنتجات. الـ8 أنواع دول أنا بقدر أحدد نوع الطلب اللي موجود عندي في سوق معين، وببدأ أتعامل مع السوق ده بواسطة الدور التسويقي المطلوب، الدور التسويقي المطلوب. أول نوع من أنواع الطلب عندنا حاجة بنسميها الطلب السلبي، الطلب السلبي. الطلب السلبي ده تلاقيه لما يبقى فيه شعور سلبي تجاه سلعة نتيجة معتقد ديني أو مشاعر أو ثقافة موجودة لدى السوق المستهدف، أو نتيجة ارتفاع السلعة. أنا رحت أشتري موبايل النهاردة له إمكانيات، لا مش هشتري، مش هشتري ليه؟ السعر بتاعه غالي. أو أنا عايش في بلد فلاحين فمش هشتري، مش منفعش ألبس بدل، ليه؟ مشكلة. أو إن أنا خايف من إن أنا أسافر عن طريق مثلا العبارات، أنا بسمع إن العبارات بتغرق وي وي وي، وبالتالي فأنا عندي شعور سلبي إن أنا أروح أطلب السلعة دي. بيبقى وظيفة إدارة التسويق إن هي بتحول الطلب السلبي ده لطلب إيجابي، تشوف السلعة دي هل هي السعر بتاعها غالي، وبالتالي أنا ممكن أقلل السلعة دي، أو إن أنا أحاول أغير المعتقدات اللي موجودة عند الناس بواسطة إن أنا بعمل ترويج. أنا بواسطة الاتصالات التسويقية بتاعتي، الاتصالات الموجودة في السوق، بعرف إيه المشكلة الأساسية، ليه في طلب سلبي، ليه السلعة بتاعتي ما بتتسحبش أو ما فيش طلب عليها، وببدأ أتعامل عن طريق ما يسمى بالتسويق التحويلي، ان انا بحول الطلب السلبي لطلب ايجابي. تاني نوع من الطلبات الطلب اللي هو لا يوجد طلب، لا يوجد طلب غير الطلب السلبي، لا يوجد طلب ان مفيش طلب على السلعة نتيجة ان الناس ما تعرفش بيها او مش عارف اهميتها، او المنتج نفسه مش ملائم في البيئة المطروح فيها. ده غير الطلب السلبي، ان انا عندي معتقد او في مشكله معينه ومش مش هشتري السلعه دي. لا يوجد طلب زي ايه؟
المزارعين مثلا قد لا يهتمون بالزراعة الحديثة، أو كان في فترة من الفترات كانت التنمية البشرية ديت الناس عمالة تتكلم على التنمية البشرية والطلبة ما يعرفوش على أي حاجة، وبالتالي ما كانش فيه إقبال عليه. طيب بنعمل حاجة اسمها التسويق المحفز في الحالة دي، بحفز الناس إن هم يشتروا، بحاول أخلق طلب على السلعة دي من خلال إن أنا بعمل برنامج ترويجي. تمام، البرنامج الترويجي برضو بيبقى مدروس، بشوف الناس ايه المعلومة اللي ناقصة عندهم اللي تحفزهم ان هم يشتروا السلعة، وبالتالي بحاول ادخلها في البرنامج الترويجي بتاعه. زي فترة من الفترات البنك الاهلي عمل ايه؟ الاعلان بتاع قوم اطمن على فلوسك، كان يجيب واحد فلاح كده مخزن الفلوس بتاعته تحت مرتبة السرير وهو قاعد في الصالة، وبعدين يجيب الفلوس المعزة مثلا بتاكل فيها ولا بتاع، فهنا هو بيخوف الراجل ان هو يسيب الفلوس بتاعته باسلوب ما، سواء الفلوس بقى ايه وقعت في مية او حد سرقها وخلافه. تمام، ويبدأ يديله الاتجاه الصح ان هو يحط الفلوس ديت في البنك. فكان الهدف من الاعلان ده ان هو بيستهدف الناس اللي ما عندهاش الثقافة بتاعت ان هي تحط فلوسها في البنك. هو لقى ان مفيش طلب على الخدمة بتاعته من قبل المزارعين او الناس الفلاحين، نتيجة ان هم مش حاسين باهمية ان الفلوس تتحط في البنك، وبالتالي هو استخدم في الاعلان التسويق المحفز. يمكن بعضنا ينتقد الاعلان ده، يقول لك ايه الاعلان ده وايه اللي هو بيعمله ده. هو الحقيقة الاعلان مش بيستهدفك انت، مش انت القطاع السوق المستهدف، هو بيستهدف واحد هيفهم الاعلان ده وهيقدر الماتيريال الموجودة في الإعلان ده، فأنت بالنسبة له ما أنتش السوق المستهدف، وبالتالي كنت ممكن تقلص على الإعلان ده في فترة من الفترات. في عندنا ما يسمى الطلب الزائد. الطلب الزائد إن مستوى الطلب يبقى أعلى من كم السلعة المعروضة. طيب هنا ده والله أنا شايفة حاجة كويسة إن المنتج بتاعي يبقى بيتسحب والناس محتاجة كمان. لا، هو الحقيقة مش حاجة كويسة، لأن هنا مؤكد أن حضرتك بتصرف فلوس زيادة في الترويج، أو سلع سعر السلعة بتاعتك أقل من اللازم، وبالتالي أنا أخفض الطلب عن طريق أن أنا أزود السعر لغاية لما أوصل سعر توازن السوق، يبقى اللي أنا بنتجه هو على قد المعروض بالظبط، أو عن طريق أن أنا أقلل الترويج اللي أنا شغال بيه، ممكن أكون بروج كتير. طبعا هنا مستوى الطلب لو زاد عن كم السلعة المعروضة ممكن يسبب مشكلة للمنتج نفسه. لك أن تتخيل مثلا أنت قاعد في الكلية وطلعت بعد ما خلصت المحاضرة، طلعت على الكافيتيريا، فالكافيتيريا بتقدر تعمل وليكن 100 سندويتش وأنتوا 50 واحد، الواحد عايز سندوتشين، هنا بقى وصلت للطلب المتوازن. طيب لو كل واحد فيكم عايز 3 سندوتشات، ففي 35 واحد هيشبعوا وفي 15 واحد مثلا هيبقى عندهم مشكلة. الطبيعي ان هو هيسمع الراجل اللي موجود مثلا في الكافيتيريا كلام مش لذيذ. فهنا الطلب الزائد مش معناه ان انت يعني محقق نجاح، لا، ده انت عندك مشكلة ولازم المشكلة دي تتلافاها ولازم تتحرك في اتجاه. رابع نوع من أنواع الطلب هو الطلب الضار، إن السلعة نفسها تبقى ضارة، زي السجاير، الخمور، المخدرات، الكلام ده، دي تعتبر كلها سلع رغم إن هي محظورة مثلا زي المخدرات، بس تعتبر سلع. يمكن أنا هتكلم من وجهة نظر الدولة إن الطبيعي إن كل الجهات الحكومية ومنظمات الصحة بيبقى هدفها ان هي تعمل تدمير للطلب عن طريق ان هي تخوف منها، تحاربها، تزود سعرها عن طريق ان هي تزود سعر الضريبة عليها، التوعية تخوفك منها وهكذا. لكن لو من وجهة نظر تسويق الطبيعي ان الطلب الضار، الناس بيبقى عندها وجهة ان هي بتقدر برضو تمشي الطلب ده عن طريق ان هو يحط لك مثلا في السجاير طعم جديد،
والله انت كنت الموضوع كان تفاح اخضر، لا ده انا ممكن احط لك طعم حلو. فانت تشرب السيجاره، الطبيعي اللي بيشم السجاير غير اللي بيشربها، تمام؟ ففي لعب كتير بيتم على السلع الضاره بحيث ان المسوقين نفسهم يقدروا يسوقوا. خامس نوع من انواع الطلب حاجه بنسميها الطلب الكامن، والطلب الكامن ده طلب مهم جدا، طلب مهم جدا جدا جدا. المنتج او المنتج بيحاول يدور على اي طلب كامن، هي في حاجه معينه المنتجات اللي موجوده ما بتشبعش الحاجه دي، وبالتالي انا اقدر اخد الكلام ده واحوله لفكره منتج وابدا اطرحه. التسويق هنا بيسمى التسويق التنموي، بتزود الطلب على السلعه ديت من خلال ان انت بتدور على الحاجه اللي لم يتم اشباعها وتخلقها، تخلق لها منتج. زي ايه النهارده؟ برغم المنتجات اللي موجوده في السوق بتاعه المشروبات او الشاي والقهوه والكلام ده، تلاقي الناس برضو بتدور على منتج يحسن مزاجها بصوره اساسيه. وده يمكن هتشوفه في اعلانات الشاي، دايما لما يجي يجيب اعلان شاي تلاقيه بيجيب الراجل قاعد في قهوه، ويستهدف 90% من الناس اللي بيطلبوا شاي، لان 90% من استهلاك الشاي والقهوه والكلام ده موجود في القهاوي، فتلاقي الخلفيه اللي موجوده هي خلفيه قهوه. دايما لما يجي يجيب حد يشرب الشاي لازم يجيب لك واحد تحس في تعابير وشه ان هو الاول كان متبهدل، وبعد ما شرب مثلا الشاي بقى الوضع بتاعه وضع مختلف خالص، وبالتالي يحفزك من جوه في اتجاه معين. دايما هتلاقي الاستهداف بتاع السوق مسمع بصورة اساسية في الترويج. الاعلان اللي بيتعمل بيبقى باين فيه قطاع السوق اللي هو بيستهدفه، وباين فيه الشخص او الزبون اللي هو بيدور عليه، وده من نجاح الإعلان نفسه. في عندنا ما يسمى بالطلب المتدهور، ويعني انخفاض الطلب على منتج أو أكتر، وده يمكن إحنا بنلاقيه دايما في ما يسمى بنهاية دورة حياة المنتج. أي منتج عندنا له دورة حياة، يعني تخيل كده، كان زمان الطابعات ما هيش واي فاي. طيب النهارده لو في شركه طرحه طابعه مش واي فاي، وقصادها شركه منافسه طرحت طابعه واي فاي، توقع ان هيحصل انخفاض على الطلب بتاع الطابعه اللي هي مش واي فاي، وبالتالي انا اقدر اتحكم فيها عن طريق ان انا اتحكم في الطلب ده عن طريق ان انا استميل المستهلك، اقلل سعر مثلا لغايه لما اوصل لسعر توازن، وابتدي اتخلص من المنتج ده وخلاص ما انتجوش تاني، او عن طريق ان انا اعمل اعلانات. احيانا بيتعمل حاجه اسمها اعاده تسويق او ريماركتنج، تمام؟ ان انا بقى اعيد تسويق المنتج ده تاني في سوق جديد او باسلوب جديد، يبقى انا بغير من طبيعه الاداه التسويقيه اللي انا بستخدمها علشان اعمل اعاده تسويق. انا يمكن مدي مثال هنا، وانخفاض الطلب على بعض المواد الغذائيه او ظهور بدائل للاماكن السياحيه وخلافه. الفكره كلها ان انا بحاول استميل المستهلك، بتغير في ملامح المنتج، بتغير في الخصائص بتاعته، بتعمل اعاده تسويق عن طريق ان انت بتغير سوق، بتغير في سعر، وهكذا. سابع نوع من انواع الطلب بنسميه الطلب غير المنتظم، وده يمكن بيظهر في الحاجات الموسميه زي المشروبات الغازيه، دي حاجات بتبقى موسميه بتنطلب في الصيف، او الملابس، هتلاقي في ملابس للشتاء وفي ملابس للصيف. يبقى موضوع الطلب الغير منتظم ده ان الطلب بيبقى موسمي، بيختلف مستوى الطلب على مدار السنة، على مدار السنة. بنستخدم ما يسمى بالتسويق المتزامن، بحاول أريح في السعر شوية
اعمل عروض في نهايه السنه، احاول انتج منتج بحيث منتج جديد للفتره اللي انا ما كنتش مستهدفها، عن طريق ان انا بستهدف الفتره دي محتاجه ايه وابدا انتج المنتج بتاعي وهكذا. يبقى الطلب الغير منتظم تقدر تتعامل معاه بما يسمى بالتسويق المتزامن. في حاجة بنسميها الطلب الكامل، وده أفضل نوع من أنواع الطلب، ويمكن اللي كل الشركات بتدور عليه، إن تتساوى كمية المعروض على قد كمية المطلوب. يمكن سنة 2004 كده، كان في الفترة ديت إحنا لسه متخرجين، فكانت في شركة أسمنت موجودة. الشركة دي يمكن لغاية قريب تسمعوا عليها، اسمها الشركة المصرية للأسمنت، يمكن الاسم بتاعها اتغير دلوقتي. الشركة المصرية للأسمنت دي هي شركة اشترت أصول شركة كانت موجودة، وبدأت تطبق أسلوب التسويق الخاص إن هي تحصل على الطلب الكامل في الأسواق. علشان تسمع ما يسمى بعلامة تجارية خاصة بيها، عملت الاسم بتاعها المصرية للأسمنت. المصرية على أساس إن أنت في مصر فتحس إن الشركة دي شركة وطنية، فاختيار العلامة التجارية كان اختيار ذكي. بعدها قامت عاملة لافتات لكل تجار الأسمنت خاص بيها، وقامت معلقاه. حتى اللافتة دي كانت مدروسة دراسة كويسة جدا، وعينت كم من المهندسين ما كانوش شغالين بصورة أساسية في الهندسة، وإنما كانوا شغالين في التسويق. هو يشوف مجموعة من التجار، هو ماسك مجموعة من التجار، ويحاول يساوي المعروض عند التاجر على قد المطلوب بالظبط. كان في الفترة دي سعر الأسمنت كان بيلعب في حدود 220 جنيه. المصرية للأسمنت قدرت تتحكم في السوق لفترة خمس سنين، وزودت السعر لدرجة ان هو كان وصل في فترة من الفترات ل 620 جنيه، يعني ما يقارب 3 اضعاف السعر الاصلي. كان المهندس عشان تبقوا عارفين بياخد شقة وعربية في بداية التعيين بتاعه، فاللي بمعنى صح متخرج وكان فاهم ان هو ممكن يتجوز مثلا ويكون نفسه بعد 3-4 سنين، كان بيتجوز بعد ما يتعين في الشركة المصرية للأسمنت. الشركة المصرية للأسمنت اتباعت الأصول بتاعتها بعدها بثلاث أضعاف ما كانوا شاريين، يعني كسبوا في المنتج وكسبوا حتى في الشركة. عندنا حاجة اسمها ظاهرة قصر النظر التسويقي، من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. وظاهرة قصر النظر التسويقي دي ظاهرة مهمة جدا، وبتظهر عند الشركات اللي ما عندهاش تخطيط استراتيجي مرن. تخيل كده معايا، انت قاعد على رئاسة مجلس إدارة شركة، والشركة دي فيها 10,000 عامل مثلا، وبتنتج منتجات عديدة، بلاش منتجات عديدة، خليهم منتجين أو ثلاثة. هل وجودك في رئاسة مجلس الإدارة، القرارات اللي انت بتاخدها مبنية على ايه؟ الطبيعي ان هي بتبقى مبنية على الخطة الاستراتيجية لمثلا فترة 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة، أنا عايز أوصل بالشركة دي لإيه؟ وبالتالي كل القرارات اللي انت بتاخدها خدها بناء على خطة استراتيجية. طب لو الخطة الاستراتيجية بتاعتك دي مش مرنة، يعني أنا بنتج منتج معين، ما بعملش دراسات سوق وأشوف التطور والتقدم التكنولوجي اللي موجود في السوق ده وصل لغاية فين، بالتالي أنا مش هاخد أي قرارات كرئيس مجلس إدارة إن أنا أعدل في خطوط الإنتاج بما يتوازن مع التقدم أو التطور اللي موجود في السوق. فهيبقى عندي مشكلة بعد فترة، هلاقي المنتج بتاعي متخلف،
عن المنتجات المنافسة. ده ما يسمى بظاهرة قصر النظر التسويقي، إن الشركات بتركز على إنتاج السلعة وما بتبصش للأسواق، ما بتبصش العميل عايز إيه، ما بتبصش لأي دراسة تخص السوق، ودايما بيبقى عند الشركات دي قناعة إن هي بتنتج أفضل من الآخرين. يمكن ليفيت اللي هو مؤسس التسويق الحديث أو المدرسة الحديثة للتسويق بيقول لك كأنك شايف نفسك في المراية بالظبط. كل يوم الصبح كده تقوم تقف قدام المراية، ايه الجمال ده، ما شاء الله تبارك الله، ده ما فيش بعد كده، وانت عامل قصة قديمة والستايل بتاعك في اللبس قديم، تمشي وسط الناس، الناس تضحك عليك. طب لو انا متابع القصات الحديثة، متابع اللبس الحديث بتاع، الناس مش هتضحك علي. فهنا ده تشبيه ظاهرة قصر النظر التسويقي. الحقيقة من أسبابه إن أنت بتعتقد إن طول ما في زيادة في السكان أنا هبيع، بصرف النظر بقى عن إيه المنتج بتاعه متخلف أو مش متخلف. بيبقى فكري إن أنا منتج ماليش حل، مفيش حد يقدر ينافسني، أنا أساس الصناعة. إيمانك الزائد إن الإنتاج الكبير هو الوسيلة الوحيدة إن أنت تحقق أرباح. تركيزك على المنتجات اللي أنت بتنتجها، إن أنت تنتجها بتكلفة أقل وتطرحها في الأسواق دون النظر إلى منتجات المنافسين. كل ده بيؤدي إلى ظاهرة قصر النظر التسويقي. ويمكن في شركات كتير كانت عندها قصر النظر التسويقي ده وكان لها اسم رنان في فترة من الفترات، وسبحان الله اندفنت بسبب ان المخطط الاستراتيجي نفسه ما طورش في الخطة الاستراتيجية، ما حسنش في خطوط الانتاج، وبالتالي الشركات دي راحت. يمكن انتوا تسمعوا عن شركة كودك، كان في الخطة الاستراتيجية الهدف بتاعها الاساسي هي ان الشركة بتعمل في مجال صناعة الكاميرات الفوتوغرافية والأفلام. فطبعا مع التطور الحديث وظهور الكاميرات الديجيتال، الشركة انهارت، أصبحت في فترة من الفترات بتنتج منتجات، المنتجات دي بعد فترة تراكمت في السوق وردت في صدرها. هي ما بتدرسش السوق، ما بتدرسش المنتجات بتاعتها ماشية ولا لا، ما بتدرسش المستهلك نفسه عايز ايه، هي متمسكة بأن هي بتنتج نوع من الكاميرات كان يسمى الكاميرات الفوتوغرافية أو الأفلام الفوتوغرافية. ما عارش أنتوا تسمعوا عن الكلام ده ولا لا. هو كانت ساعتها دكتور كانت أنواع الكاميرات عموما كانت بتشتغل بالفيلم أو فريم الـ 35 ميجا. أيوة هي دي، كانت شركة كودك تعتبر أكبر شركة. ما عارش تسمعوا عن شركة إي تي أو شركة إكزيروكس ولا لا، تسمعوا عليها؟ لو اتذكر انها غالبا الشركه اللي اشترت فكره الكاميرات الدي اس ال ار اللي هي الكاميرات الديجيتال. دي مين الشركه حضرتك قلت اسمها؟ بس انا مش فاكر اسم الشركه بالظبط، لان القصه بتاعه كودك عموما اللي هو كان في انجينير هو اللي اقترح على كودك في الاول كاميرات، موضوع الكاميرات الديجيتال وازاي والميكانيزم بتاعتها وكده. بس هي للاسف هي كودك تعتبر شبه انهارت. لأن ساعتها أول ما الكاميرات دي نزلت فعلا خلاص، لأن السوق بتاع الأفلام كان غالي، لأن الفريم الـ 35 ميلي كان غالي جدا، فبالتالي الكاميرات الديجيتال سهلت على الناس كتير. بالإضافة أن المستهلك نفسه مش عايز أن هو يعني كان زمان بتصور الفيلم وتروح تحمضه وتطبع الصور. لكن النهاردة الوضع مفيش تحميض والكلام ده، جودة الكاميرات أفضل بكتير، زائد أن أنا أقدر أعرض من على الكاميرا الصورة. انما الكاميرات الفوتوغرافيه ما كانتش كده، ما كانتش فيها الامكانيات دي. ده سبب من اسباب انهيار الشركه. هي لو وجهت الخطه الاستراتيجيه بتاعتها ان هي بتعمل في مجال تسويق الذكريات الجميله، كانت تخلت عن ان هي شغاله في اتجاه الكاميرات الفوتوغرافيه وكانت حدثت الوضع بتاعها. شركه اي تي برضو دي كانت شركه شغاله في صناعه التليفونات. يمكن انتوا كنتوا تسمعوا عن التليفونات اللي هي موجودة في الشوارع والكلام ده، كانت الشركة دي متزعمة الاتجاه ده. فاكرين اللي هي حضرتوا التليفونات اللي كانت بتشتغل بكارت في الشوارع ولا ما حضرتوهاش؟
كانت كروت ميناتيل باين او حاجه زي كده. ايوه حاجه زي كده، كانت من ضمنها شركه اسمها شركه ميناتيل، كانت ميناتيل ديت بتصدر الكارت اللي هو بتاع ميناتيل. تمام. الشركه دي برضو كانت شغاله في مجال صناعه التليفونات. بعد فتره التليفونات القديمه ديت طبيعي ان هي انقرضت، لو الشركه دي غيرت الخطه الاستراتيجيه بتاعتها وخلتها ان هي بتعمل في مجال تسيير الاتصالات، كان الوضع اختلف خالص وحدثت الانتاج بتاعها بما يتوافق مع السوق. شركه اكزيركس برضو دي كانت بتعمل في مجال معدات التصوير، وكان المعدات بتاعتها الفكر بتاعها غير متطور شويه، وبالتالي انهارت الشركه ديت. طبعا الشركه لو شغاله بوجهه استراتيجيه ان هي بتعمل في مجال تسيير انظمه المكاتب او انظمه التسيير للمكاتب، كان الوضع اختلف شويه، لان هي كانت بتستهدف بصوره اساسيه او الاسواق بتاعتها كانت المكاتب، سواء مكاتب مثلا هندسيه او مكاتب محاسبيه او مكاتب مثلا محامين وخلافه. بس يا دكتور تقريبا الحاجات دي ما بتحصلش كتير الا في الشركات الخاصه بالتكنولوجيا عموما، لان يعني مثلا حصل كذا مرحله، سواء مع نوكيا سواء مع كودك سواء مع كذا شركه تانية، بس انا ما اسمعش مثلا ان حاجه حصلت زي كده مع نسله مثلا. مع ايه؟ مع شركه نسله مثلا، الشركه الام للنسكافيه. حتى بص يعني حتى الشركات الغذائيه النهارده لازم تقنع المستهلك ان حتى الغلاف اللي موجود على المنتج ده غلاف صحي وغلاف بيخضع لشيء من التكنولوجيا. يعني برضو ما تقدرش النهارده تحط شركه بمعزل عن التكنولوجيا، لان هو خط الانتاج اصلا حتى الطبيعي ان هو خط تكنولوجي، لدرجه ان في بعض الشركات كانت بتحاول تستفيد من الكلام ده وتجيب لك في الاعلانات بتاعتها تصوير من جوه خط الانتاج وتوريك شكل المعدات او خط الانتاج عامل ازاي. فالنهارده ما تقدرش تقول ان في شركه بمعزل عن التكنولوجيا. يعني حتى البوتاجازات في فتره من الفترات، يعني انا ايام ما كنت بتجوز مثلا لما نزلت اشتري بوتاجاز، كان البوتاجاز اخره بيعمل ايه؟ التطور التكنولوجي اللي كان موجود فيه ان هو يبقى فيه اشعال ذاتي، ويبقى فيه اللي هي الساعه بتاعه المؤقت ده، التايمر بتاع المؤقت. دلوقتي مثلا في سنسورات حراره في كذا حاجه. النهارده بقت في بوتاجازات واي فاي، تقدر تعرف البوتاجاز بتاعك ده والع ولا مش والع وانت بره في اي حته. فالنهارده حتى لما الجيل الخامس هيدخل، هو طبعا عقبال ما يخش عندنا مثلا فيها 5 سنين ولا حاجه، عقبال ما الجيل الخامس يدخل هتلاقي في وضع مختلف. مختلف تمام، مختلف تمام، لان 5G اصلا بره يعني عامل شغل عظيم جدا. هو كل شيء هيتصل ب بمعنى صح بشبكه النت، فالوضع هيبقى مختلف. النهارده ما يعني اي حاجه ما بتطورش نفسها تكنولوجيا هي هتتدفن بمنتهى البساطه. تمام. اهداف التسويق بصوره اساسيه عندنا في هدف ربح. اي شركه في الدنيا بتبقى عايزه تحقق ربح، في هدف نمو وعايزه تحقق نمو، في هدف بقاء. الحقيقه الاهداف ديت ما ينفعش الشركه تاخد الثلاث اهداف دول مع بعض. يعني هدف البقاء مثلا، حصلت كارثه الكورونا، هتلاقي كان هدف الشركات الوحيد ان هو يبقى، ولكن مع هدف البقاء يقول لك والله انا هبقى احسن من المنافسين بنسبه 5% مثلا. ممكن هو يخسر، ممكن يخسر، ولكن يقول لك انا هبقى احسن من المنافسين بنسبه 5%. تمام. هدف الربح هو ان هو يقول لك ان انا عايز احقق ربح السنه دي من اصولي اللي كانت مليون، عايز احقق كمان مليون. يبقى هو هنا بيستهدف للربح. هدف النمو ان هو بيتسع في اسواق جديده، بيسيطر على المنافس، بيسيطر على المورد، يبقى ده اسمه هدف نمو، ان هو بيزود في قطاعات الشركه او خطوط الانتاج او الناس اللي شغالين فيها. يمكن دي الثلاث اهداف الاساسيه اللي بيدور عليها المسوقين. طبعا هدف الربح ممكن يبقى عن طريق سيطره على قطاع سوقي. احيانا شركه سامسونج تقول لك ايه، انا هدفي ان انا اكل من اسواق المنافسين 10%. اسواق المنافسين هواوي وابل وخلافه، هي بتدور على ان هي تاكل منهم 10%.
يبقى لازم التخطيط كله بتاع المنظمه هو تخطيط ضد المنافسين. طيب انا هستهدف بترويج، هستهدف مثلا بخفض سعر، ولا هتستهدف ازاي؟ النهارده في بعض الشركات بتحاول تنمو، يقول لك والله ده انا كنت واخد قطاع هنا مثلا في الغربيه، ده نفسي افتح فرع تاني مش عارف فين، افتح فرع، يبقى ده هدف نمو. هدف البقاء يقول لك والله انا عايز احافظ على نفسي في ظل المنافسه الشديده اللي في السوق، هم يدمروا بعض وانا ايه هدف ان انا افضل موجود. اخر حاجه هنتكلم عليها في محاضره النهارده هي المزيج التسويقي والمؤثرات. المزيج التسويقي بيعرف على ان هي الادوات التسويقيه اللي تستخدمها المنشاه علشان تحقق الاهداف التسويقيه بتاعتها. يمكن بصوره اساسيه اي منظمه بتحكم في اربع حاجات، يمكن الكلام ده فيه تطوير شويه عن اللي انتم بتاخدوه، اتطور من الفور بيز ده لحاجه اسمها السيفن بيز، وبعد كده تحول لحاجه اسمها الفور ارز، وبعد كده بقى السيفن ارز. لكن خلينا نتكلم لان هو في الاول وفي الاخر كل التطور في المزيج التسويقي ده اصلا اساسه هم الاربع حاجات دول. المزيج التسويقي بيتكون من منتج، المنتج اللي انت هتطرحه ده ايه، ده بتمتلكه الشركه وبالتالي تقدر تغير فيه، تغير في غلافه، تغير في المحتوى وهكذا. فالمنتج ده بتقدر تتحكم فيه الشركه، سعر المنتج برضو الشركه برضو تقدر تتحكم فيه، وخفض السعر يزيد الطلب، بزياده السعر يقل الطلب، ده في المنتجات عموما. لكن في منتجات ما بتخضعش للقاعده السعريه دي. الترويج، الاعلانات توصل لك ازاي، تعلق لوحه اعلانات فين، المكان هي هتروح لانه سوق، هتستهدف انه قطاع سوقي، الطبقه السوقيه اللي دخلها ضعيف ولا الطبقه السوقيه اللي دخلها عالي، هتستهدف طلبه الجامعه ولا هتستهدف ايه بالظبط. فعندنا الاربع حاجات دول بتتحكم فيهم المنظمه، وبالتالي هي الادوات اللي بتقدر توصل بيها للسوق، والادوات اللي بتقدر تحصل بيها ارباح من خلال التحكم في الحاجات دي. منهم بادئين بحرف البي، برودكت وبرايس بروموشن وبليس، فبيسموهم الفور بيز او الاربعه اللي بادئين بحرف البي. يمكن عندنا منظمه لو انا حطيتها في النص كده هي بتتحكم اربع حاجات على المنتج والسعر والترويج والتوزيع او المكان، بيتحكم بالاربع حاجات دول على اساس ان هي توصل للمستهلكين، ولكنها قبل ما توصل للمستهلكين بتحتك ببعض المؤثرات زي المؤثرات التكنولوجيه والسياسيه، المؤثرات الاجتماعيه والقانونيه، مؤثرات التنافس السوقي والمؤثرات الاقتصاديه، دي بنسميها البيئه التسويقيه. يبقى اي منظمه بتبدا تتحكم في الاربع حاجات دول عشان توصل للمستهلك، ولكنها لازم بتحتك بالبيئه التسويقيه. قرار سياسي اثر على شغل المنظمه، جروب على الفيسبوك، جروب اجتماعي اما اثر على المنظمه زي ما شفنا مثلا في بعض الاعلانات زي استرجل مثلا في البدايه، ام جاي جروب كبير على الفيسبوك ام عامل مشكله، زي ما شفنا في بعض المنتجات الخاصة بالكمامات مثلا خاصة بشركة قطنيل، زي الإعلان حتى اللي حصل بتاع قطنيل اللي كان موجود في رمضان. كل المؤثرات اللي موجودة دي اسمها مؤثرات البيئة التسويقية، تشمل مؤثرات اجتماعية، مؤثرات قانونية، مؤثرات سياسية، مؤثرات تكنولوجية، مؤثرات جغرافية، مؤثرات خاصة بالاقتصاد، مؤثرات خاصة بالمنافسين، مؤثرات خاصة بالموردين، مؤثرات خاصة بالموزعين، مؤثرات خاصة بالسوق عموما،
كل ديت مؤثرات بنسميها البيئه التسويقيه. طبعا المنظمه بتحكم في الاربع حاجات دول، ولازم يبقى عندها مجسات كده موجوده في البيئه التسويقيه، لازم تدي لها داتا مستمره عن تحرك البيئه التسويقيه والاتجاهات بتاعتها عشان تقدر تستفيد منها وتقدر توصل للمستهلك. في عندنا شويه اسئله برضو، الاسئله دي هتجاوب عليها، هي من محتوى المحاضره، مفيش اي حاجه زياده. وكده المحاضره خلصت، ولو حد عنده اي سؤال انا موجود، تقدروا بقى توقفوا ال الريكورد. تمام الريكورد.